طب اكلت شيء انت؟ والله ما في سجن. مضبي مضبي يلا عسى أكلة تركية هذا من كلهم مره يا اخي انت علي امس خبز خبز يا حمدي تك تان 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 صاير لك نايم شهر كامل يلا سلمان كيف امورك هلا بالزين ساك مرتاح خير الله يطول اللي في عمرك حبيبي والله ما هن علي تاكلون في السجن حبيبي هنيك على القرار والله كنسل السجن كله ويكفي الخصم حق مايك مخلد قبل شوي وافي والله ابو سعد ما هي اول جمايلك ابو سعد الله يسعدكم لا ان شاء الله انا ما خصم ان شاء الله ان شاء الله انا ما خصم حبيبي يا ابو مبارك شفت سالفتك هذه الله بلاد اي كان عقلك قبل ما لبيت مين؟ جهز لك الابودين جايينك يلا يا شباب عندنا فقرة الآن توديع فقرة توديع امشوا يلا يا شباب شباب توديع ابانا قوموا يلا يلا 10 دقائق بالكثير يا شباب عندهم حفل هم يا شباب انت الشباب طيب عايش خبز بس بعد سلمان قلبي يلا يلا سامي ابودينا يا ضامن محمد يلا يلا خلونا عند الباب يا رجال قوموا خلونا نبدأ نتغدى يلا بسم الله يلا يلا يا رجال يلا ابو ديام لا احد ياخذ هذا العمال اللي عندنا حد شايخذ حاله يلا ابو ديام كلنا لك يلا ضامن يلا مخلد 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 يلا وش هي بيها هيك يلا يا عيال يلا 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 سلمان لا مخلد وجهك ابيض حبيبي هو وصول من برا اوكي؟ ايه اسمع حنا نكسبها ثنتين اول شيء نكسب ريال يلا يا خضيري خالد تعال شباب جوا قلت لهم تعالوا ان شاء الله انهم يجون هيثم راح يغسل جوا يلا يلا يا مخلد مخلد هنا مرجان ترى مرجان هنا ترى والله وين مرجان موجود في الجو يجيك مشينا يلا يا الربع